نحن اليوم أمام عهد جديد من قيادتنا الرشيدة التي وجدت من تعزيز القطاع الخاص بالكوادر الوطنية أهمية وضرورة ملحة. الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين كانت مشجعة بشكل كبير لأبناء الدولة في الدخول والعمل بالقطاع الخاص. القيادة الرشيدة تنظر إلى هذا القطاع الحيوي فرصة للارتقاء وتنمية المواهب، والباب الذي يدخل من خلاله المواطن للتعلم والتطور. لذلك جاءت هذه المبادرات لتكون المحفز الرئيس في العمل والاستثمار في القطاع الخاص. أنا إن شاء الله الحين بكمل 8 سنوات في القطاع الخاص، وهذه المبادرة بتساعدني أن أنجز وأعطي للدولة أكثر من ما أعطي كنت أعطي قبل. تجربتي في القطاع الخاص أنا من حوالي 15 سنة ولله الحمد. بالعكس، هذه المبادرة بتفتح للناس كلها وللشباب كلها الإقبال على هذا القطاع بقوة بناء على المبادرات الجميلة اللي صدرت، وراح تعطيهم دافع أقوى أنهم يتوجهون إلى هذا القطاع ويفتح، وتعرف البزنس هذا يفتح العقول للأشياء الأخرى. حقيقة أنا أشوف أن المبادرة جت في الوقت المناسب، وخصوصا أن هاي المبادرة حتشجع الشباب الإماراتيين في العمل في القطاع الخاص، وأيضا تأسيس يعني مشروعاتهم الخاصة في القطاع الخاص. بالله الحمد، يعني دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومتنا الرشيدة تقدم مبادرات من فترة إلى فترة يعني، وهي المبادرة مش غريبة. وأنا من هذا المنطلق أشجع كافة شباب دولة الإمارات العربية المتحدة أنه يبلشون ويستغلون هذه الفرصة، يبلشون يأسسون مشروعاتهم الخاصة. ما في شاب ما في شابة ما عنده طموح، ما عنده حلم معين. فأنا أتصور إذا أنت كنت ناوي أنك يعني تحقق أحلامك أو أهدافك، فاستغل هذه الفرصة في تأسيس مشروعك الخاص. وهذا مش غريب على حكومتنا الرشيدة، وهذا ما زرعه والدنا المغفور له الشيخ زايد رحمة الله عليه من أجل تحقيق الاستمرار في النجاحات في مجال الاقتصاد وفي جميع المجالات. لذلك أدعو الشباب إلى استثمار هذه الفرصة من أجل تحقيق أهدافهم وإنجازاتهم واستمرار النجاحات التي استمرت منذ 50 عام في هذه الدولة المعطاة. مبادرة أكيد بتأثر حتى اقتصاديا، وبخفف على كاهل الحكومة من رواتب وميزات المواطنين في القطاع الحكومي. الحين القطاع الخاص طبعا بيستوعب أن احنا عندنا شركات كبيرة كثيرة بالآلاف اللي موجودة في دولة الإمارات، طبعا أكيد بتستوعب هذا العدد الكم الكبير من المواطنين في القطاع الخاص، بالإضافة بيعطي قيمة مضافة للمواطنين أنهم يصقلون خبراتهم ويزيدون من مهاراتهم، وبتستفيد بعدين حتى الحكومة في المقابل بعد سنوات من هذا المواطنين وهذا الجيل. أنا كنت أشتغل في القطاع الخاص، ولو هذه المبادرات جت وأنا كنت في القطاع الخاص أظني كنت بكمل في القطاع الخاص، وكنت بكون سعيد جدا بهذه المبادرات، و بالعكس يعني كنت بكون حابب أني أكمل في المجال الخاص أكثر، لأن المجال الخاص في النهاية يكون في تحديات، وفرصة التعليم والتطوير هناك كبيرة جدا مقارنة بالقطاعات الثانية يعني بالجنرال يعني. فياريت لو أنا يعود في الزمن لورا وهذه المبادرات تكون موجودة، بالعكس بكون من المحظوظين. اللي هي شد العزيمة والهمة يا شباب ويا نساء، في الفترة الحالية ما هي لفترة التخاذل والأعذار، ويلي يستذكر الأزمات إبها تصنع الأفكار، تذكر أمم وحضارات وتاريخ يستذكر لسنوات. فلنبدأ بصناعة المستقبل من دولة الإمارات. فهذه أنا أوجهها لكافة الشباب في دولة الإمارات، يعني واكبوا استراتيجية الدولة. إذن هي رؤية استراتيجية ترسم ملامح جديدة في رحلة 50 عاما القادمة، لتضع مبدأ تمكين المواطن الإماراتي على رأس أولوياتها.